السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب نتواصل سويا الحديث عن محبة الله سبحانه وتعالى. إذا كنا تكلمنا بالأمس عن محبة الله وحقيقة هذه المحبة وكيفية هذه المحبة ومنزلة هذه المحبة، فنحن اليوم بحول الله وقوته عن صفات المحبين نتحدث، وكيف وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وما هي أو ما هو شرط هذه المحبة، وكيف يستجلب الواحد منا محبة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الواحد منا يحاول أن يستجلب حب إنسان مثله لأنه صاحب مال أو لأنه ذو سلطان أو ذو مكانة، فحري بنا والأولى بنا أن نتقرب إلى من من علينا بكل النعم التي نحن فيها، الله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله جعل شرط المحبة أو الاختبار الحقيقي يتبين فيه الصادق من الكاذب: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحك العملي لبيان الصادق من الكاذب، لبيان صاحب المحبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى من صاحب الادعاء والذي يدعي المحبة، هو الاتباع. لذا قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لي اختيار بعد قضاء الله وبعد أمر الله وبعد أمر ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جعل ربنا سبحانه وتعالى الاحتكام إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التنازع فيما بيننا في أمر من الأمور أن نرد ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء، شيء، انظر كلمة شيء هنا نكرة، والنكرة هنا في سياق الكلام تفيد عموم الأشياء والاختلافات، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بل قال الله سبحانه وتعالى وأقسم بذاته العلي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مش كده وبس، لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. دي علامة المحبة، اعرض نفسك على هذه العلامة لتعرف هل أنا صادق في حبي لله أم أنا مدعي للمحبة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا جميعا من الصادقين فيه. هذه هي علامة المحبة. أما عن وصف المحبين، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي أوصافهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وصفهم أهو: يحبهم ويحبونه، يحبون الله والله يحبهم، وأذلة على المؤمنين، يخفضون لهم الجناح، يتعاملون مع إخوانهم من المسلمين باللين وخفض الجناح، أعز على الكافرين، أشداء على الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
رحماء فيما بينهم يرحم بعضهم بعضا أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله المجاهدة بالنفس وبالمال وبالأهل وبكل غال وسمين ولما لا وقد سبقت البيعة لله سبحانه وتعالى والله قد بعد أن وقعنا هذا العقد مع الله سبحانه وتعالى حين قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم اشترى أنفسنا بإيه؟ بأن لهم الجنة هل النفس مهما غلت تساوي الجنة؟ طبعا لا مش ممكن ولكن إنه بيع ذو ربح عال أوي 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 أن تكون لك الجنة عند الله وأن تجاهد في سبيل الله هذا هو الثمن هذا لا شيء إذا ما قورن بالجنة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها جميعا هذا هو وصف المحبين وزيد على ذلك أنهم مطيعين متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لو تعلق قلب واحد منا بغير الله أو امتلأ قلبه حبا لغير الله مع أن من وصف المؤمنين والذين آمنوا إيه؟ أشد حبا لله سبحانه وتعالى فإذا تعلق القلب بغير الله وفتن القلب وامتلأ شهوات وشبهات نستعين بالله سبحانه وتعالى لنخلص هذا القلب من هذه الأضران ثم نحاول أن نحقق الأسباب التي بها نستجلب محبة الله سبحانه وتعالى اللي بها أوصل لأملأ قلبي حبا لله سبحانه وتعالى أول هذه الأسباب أسباب الجالبة لمحبة الله أن نكون مطيعين لله سبحانه وتعالى فحينما يطيع العبد ربه ومولاه فيتعلق قلبه بالله وحينما يتعلق قلبه بالله يمتلئ حبا لله سبحانه وتعالى من أسباب المحبة قراءة القرآن بتدبر وفهم وعمل لمعاني القرآن بتطبيق عملي إن نقرأ القرآن في قراءة قراءة تلاوة قراءة تدبر قراءة عبادة قراءات كثيرة جدا نحصل بها الأجر ولكن القراءة أن أنا أتدبر وأفهم وأعمل وأطبق يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الحسن رواه البيهقي وحسنه الألباني من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ القرآن لأن كلما قرأت القرآن تعرفت على الله أكثر وأحببت الله أكثر قراءة القرآن من أسباب المحبة من أسباب المحبة أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض ثم بالنوافل ثم بالإكثار من النوافل والإكثار من الأشياء التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا كما قال الله جل جلاله كما جاء في الحديث الصحيح القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل جلاله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي ولا يزال عبدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولا يزال يتقرب يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي به إلى آخر الحديث من أسباب المحبة ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله مخطئ من يختزل الذكر في ترديد اللسان بالكلمات فقط لا ذكر الله يكون بالقلب واللسان والعمل والأحوال ذكر الله في كل حال حتى وأنت في عملك إن كنت تراعي الله سبحانه وتعالى في عملك وتعلم يقينا بأن الله مطلع عليك فأنت ذاكر لله جل جلاله حتى وأنت بتعمل عمل للدنيا عمل للدنيا وتحصل به المال وتبقى به غني ولكن في هذا العمل أنت تراعي الله جل جلاله فأنت ذاكر لله فالذكر يكون بالقلب واللسان والعمل وكل الأحوال يقول ذو النون المصري من أكثر من ذكر الله بلسانه وقلبه
ملأ الله قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. من شغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى قذف الله في قلبه بل وملأ قلبه نور الاشتياق إلى الله سبحانه وتعالى. من أسباب المحبة أن تؤثر ما تحبه، أن تؤثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسك. إن أنا أشوف نفسي عايزة إيه، أعرض اللي عايزاه نفسي ده على مراد الله وعلى أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق كلام الله فالحمد لله، وإن خالف منهج الله لا أتوقف وأرجع ولا أتبع الهوى. فقد قال الله لنبي من أنبيائه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يخاطب نبي من أنبيائه، فأعرض ما أحبه أنا على ما يحبه الله، إن وافق فالحمد لله، وإن خالف أقول لا وأكسر نفسي ولا أترك لها العنان. إذا كنت أزعم الحب لله سبحانه وتعالى فلا أعصي الله جل جلاله. ولله ضر القائل: تعصي الإله وتزعم حبه، هذا محال في القياس بديع، لو أحببت الإله لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه، إن المحب لمن يحب مطيعه. أيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان يحب الله سبحانه وتعالى ويستجلب بها حب الله جل جلاله أن يتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذا تعرفنا على أسماء الله وعلى صفات الله كما سمعنا بالأمس وأول أمس في صلاة الفجر، أن نتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى، حينما يتعرف الإنسان على أسماء الله وعلى صفات الله وعلى جلال الله وكمال الله سبحانه وتعالى، فإنه حتما سيحب الله جل جلاله، لا بد وأن يحب الله جل جلاله. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، يعني كتيبة أو جماعة، فكان يصلي به ويختم بقراءته ويختم في قراءته بقل هو الله أحد، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، اسألوه هو ليه بيعمل كده. فقال الرجل: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف البشرى بقى، أخبروه أن الله يحبه، عشان هو أحب الله سبحانه وتعالى فأحبه الله. طيب، من الأسباب التي أستجلب بها حب الله سبحانه وتعالى أن أطالع النعم التي أنا أعيش فيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كم تساوي نعمة البصر، كم تساوي نعمة السمع، كم تساوي نعمة اليد، التذوق، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. أن أرى كل هذه النعم وأن أرى تقصيري في حق الله سبحانه وتعالى، فأتقرب إلى الله بهذا الحب، عسى أن يعوض هذا الحب تقصيري في حق الله جل جلاله، وهو الذي أعطاني دون أن أطلب، هو الذي أعطاني دون أن أطلب بلا مقابل، فقط طلب مني أن أكون عبدا مطيعا له سبحانه وتعالى. حينما يطالع الإنسان هذه النعم يرى أنه مقصر، هذا التقصير يدعوه إلى الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنه ينكسر لله سبحانه وتعالى، أنه يستحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأسباب التي يستجلب بها العبد محبة الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الأسباب الخلوة بالليل مع الله جل جلاله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال السعدي: مدوا صلاتهم بالليل حتى إذا ما دخل وقت السحر استغفروا لذنوبهم، حتى إذا ما انتهوا من قيامهم بالليل استغفروا لذنوبهم استغفار المذنب لذنبه. بيقيم الليل وبعد ما يقيم الليل بيستغفر الله سبحانه وتعالى. من الأسباب التي يستجلب بها العبد محبة الله سبحانه وتعالى هو
مجالسة الصالحين المؤمنين الناصحين المحبين لله سبحانه وتعالى، لأنه يتعلم منهم ويتأدب بأدبهم ويتخلق بأخلاقهم، وينظر إلى نفسه وينظر إلى هؤلاء فيرى نفسه مقصرا فيدعوه التقصير إلى أن يكون مثلهم. من هذه الأسباب كل سبب يبعد قلبك عن الله فابتعد عنه، كل سبب يبعد قلبك عن الله فابتعد عنه. قال بعض السلف: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. إخوتي الكرام، ختاما أقول: نحن والله لسنا في حاجة إلى المال، ولا في حاجة إلى سلطان، ولا في حاجة إلى معونة، ولا في حاجة إلى ملك، ولا في حاجة إلى أي شيء، فقط نحن نحتاج إلى الله، نحن نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كان معه الله كان معه كل شيء، ومن لم يكن معه الله لم يكن معه أي شيء. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن يحبون الله ويحبهم الله، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.